أذوق ولا أشرب؟ تذوق الأول وتقولي رأيك إيه؟ رأيي معروف، رأيي معروف يا ست الكل، يا أحلى زوجة في الدنيا. كان نفسي أعزم أصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس. لا الملوخية أصلها حلوة؟ عملتيها ازاي؟ زي كتاب قبل النظيرة تمام، كلمة كلمة. ده كتاب نظيرة؟ هو ده صفحة الملوخية؟ صفحة الملوخية. مش ممكن، دي صفحة الوفيات يا ليل. لا يا حسود لا. لا يا ماما، أولا مش عارف ايه حاجات بتمسك، بس هتتشرق. مش كل مرة هنعمل فراخ بالملوخية هشربها؟ ده ما عملنا فراخ وجبنه ملوخيه يبقى هتشربها. ايه ده يا مسعود، الفوطه هنا؟ مفيش فوطه عشان دماغي ما تضربش. بعدين الفلفل، حد يحط فلفل كده يا ماما؟ الفلفل تدقيه لان ده بيمشي. هشربها. طب خليني شويه. البؤساء. لي صدمة شوية. هي حلوة يا روحي. امال ايه مالك؟ يعني حلوة بالنسبة لأول مرة. طيب مش انت وآخر مرة عشان تبقي عارفة. مش عارف، التقلية كتير يا حبيبتي. يعني بص، التقلية كده عاملة زي الرغاوي بتاع الصابون. كتير. مش تقول كده. أنا هقول لك، أصل مكتوب في كتاب قبل النظيرة أغسلها. تصور يا مسعود، علبة رابسه بحالها ما كفتش. رابسه؟ حطيت رابسه؟ حطيتها كلها على بعض. اه وانا رحت. وانا اقول يا ربي بتزحلق ليه؟ بتزحلق. حرام عليكي، حرام عليكي، خافي ربنا. معلش، حد في الدنيا يحط الصابون على الملوخيه يا لينا؟ طب ذوق الفرخه. طيب يا حبيبتي تتغسل لوحدها، اغسليها الاول وما تروح حتى الصابون. كل ما بقى مسعود. مين ده؟ الفرخه اللي اشتريتها. ما هي باينه. هي دي الفرخه؟ هي دي كلها. يمهل ولا يهمل. هي المرحومة جالها سل. اصل مكتوب في كتاب قبل النظيرة اغسلها بالدقيق. جبت الدقيق منين؟ دورت في كل مكان في البدروم على الدقيق، وفي الاخر عرفت انت بتشيله فين. فين؟ طبق قد كده تحت الحوض مليان دقيق، غسلتها بيه كله. تحت الحوض؟ خدت من اللي تحت الحوض؟ حطيت عليه. اغسلي الفرخه بالاسمنت يا لينا. مش عارفه تفرقي بين الدقيق والاسمنت. ما انت لازم تستحمل لحد ما تعلم الطبيب. تعلم ايه؟ تعلم ايه؟ انت عمرك ما هتتعلمي حاجه. يعني ايه؟ ما ينفعش اكون زوجه؟ لا تنفعي، تنفعي على عيني وراسي، بس في بيت ابوك هنا لا.
مش انت اللي قلت لي نبدا من الصفر؟ يا لينا نبدا من الصفر عندكم في بيتكم في الفيلا هنا تحت الصفر يا ماما، مش ممكن. كل شويه عندكم في الفيلا. بابي بابي انت اتجوزتني ولا اتجوزت بابي؟ ايوه انا اتجوزتك انت على عيني وراسي، اتجوزتك انت وبحبك انت، بس ابوكي ده انا ابوكي راح فين؟ بيتمط استعبط سيبنا ليه كده؟ لا مسعود لا، انا مبسوطه هنا خالص خالص. ما تبطلي بحكايات مبسوطه، وانا كل ما اقول حاجه تقولي مبسوطه. مبسوطه من ايه لينا؟ بتضحكي على نفسك؟ مبسوطه مبسوطه تسرحي بيا؟ انت فاهمه ان ده بيرضيني؟ انا كل ما اقول حاجه تقولي مبسوطه. حرام عليك وعلى نفسك انت كمان، مش هتستحملي. اكل ملوخيه بالصابون؟ ما بستحماش بالصابون، اكله يا لينا. تقولي مبسوطه؟ مبسوطه من ايه بس؟ احنا عايشين بقى لنا كام يوم الفرخه اللي كان نفسي اكلها وعبها بوظتيها لي. يا لينا حبيبتي انت اصلك مش حاسه بحاجه ولا انت عارفه حاجه. انت انسانه طول عمرك عايشه في عز، عايشه في نعيم. جايه هنا بتتفرجي بتشوفي حاجه عمرك ما شفتيها. مساله بالنسبه لك فسحه، لان طول عمرك في نظافه. انا عايش طول عمري في الخرابه دي. لا عمرك حسيتي بالجوع ولا عمرك حسيتي بالبرد؟ عمرك مره جعتي؟ مش ممكن هتجوع ازاي؟ الثلاجه مليانه اكل عندكم. حسيت انك بردانه نمت في شارع رصيف؟ انا نمت في البرد لما جاني حب الشباب اتهريت. انزلي زي الناس، اوف 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 اوف، شاوري شاوري الاتوبيس، استني الاتوبيس. اربع ساعات استني الاتوبيس، يا يجي يا ما يجيش. وان جه ياخدك يا عنيل يلبس في قطر، حاجه من يعني الواحد يقف يستنى الاتوبيس يلبس مايو ويمسك حته حديده. جربي مره كده انزلي شاوري التاكسي، زواير بقابليني. انا جريت ورا تاكسي من المعاد المصري الجديد عشان اقول له فاضي يا اسطى بس. وزليت قلت له فاضي؟ قال لي فاضي، قلت له انا مش فاضي. سيب يعني انت متجوزني عشان تعيش في العز والنعيم؟ يعني انا مكتوب علي اعيش في قري؟ اخس عليك يا مسعود، انا كنت فاكراك بتحبني. ايوه بحبك يا لينا، بس الحياه صعبه، الحياه عايزه تعاون. مش عيب انت مراتي اما تساعديني، مش عيب. انت تساعديني وانا ساعدك وكل حاجه بالنص، انت الثلاث ارباع وانا النص. انا الحق عليا ان حبيتك يا مسعود واتجوزتك. يا لينا حبيبتي بنروح هناك بقى عند بابا نستسمحه ونروح له بقى، ده بيتك مش ده حقك يا مجنونه، حقك حبيبتي. وانا مستعد عشان خاطر، حاضر انا مستعد الاجازه نقضيها هنا. اوكي الويك اند هنا، واعزمي ماما واخواتي كلهم، قولي لهم يلا نروح الخرابه وهاتيهم وتعالى. اقول لك ايه بس؟ وبعدين قولي لي بصراحه، قولي لي ان ابوكي مكسوف مني ومستعر مني، مستعر مني عشان انا كويس ونظيف وشريف، هي دي الحقيقه مش كده؟ مش عارفه. مش عارفه ايه؟ مش عارفه اذا كنت شريف ولا لا. لا انا اشرف منك ومن ابوكي بقى لا مؤاخذه. اخرس اخرس خالص، ما تجيبش سيرة بابي على لسانك. اقل خدام في سراي بابي اشرف منك. طب اجري اجري بقى. عمي. ايه يا بابا؟ بقول لك ايه؟ ايوه اكيد الجواب اللي اتبعت ده خدع من مسعود عاملها عشان يصعب عليك. لا مسعود مش ممكن يعمل كده. يا عمي بقول لك مسعود هو اللي كتب الجواب ده. يا ابني حكايتك انت ومسعود؟ حاطط نيرك من نيره ليه؟ ثم ان دي بنت عصبه الضفر ما يطلعش من اللحم. يا عمي يا عمي بعد ما مرمطت اسمك في الوحل عايز تسامحها؟ اصبط اصبط، اصل انت ما قريتش الجواب اللي بعته فاعل الخير. يا انكل بقول لك مسعود هو اللي بعت الجواب ده، الفاعل الخير ايه؟ كان الحق عليا اللي حبيتك واتجوزتني. نفيسه ايه اللي جابك عندنا؟ مين يزعلك يا نفيسه؟ جوزي ما عادش طيب. حد يبقى عنده الالماس ده وما يحطوش في عينيه؟ قول له يا نفسي بيه. همش يا بنت ولها عصبه. انت يا بنت عاوز ايه؟ انت اللي كتبت الجواب ده؟ انا يا اخويا لا بعرف اقرا ولا اكتب. اهو اتفضل الجواب اللي قلت لي فيه انقذ بنتك من الفقر. يو ما قلنا لا بعرف اقرا ولا اكتب. انا مش قلت لك مسعود هو اللي كتب الجواب ده؟ مش هي الحكايه كده؟ ايوه واحد زهقان وطهقان والتاني قاعد يكتب في جوابات، يبقى الحكايه فيها ان. اصبط شوف يا بابا ايه حكايه الان اللي هناك دي. ايه حكايه ان واخواتها دي يا بنت؟ يا اخويا ابعد كده. لينا لينا يا اختي ننسحب فوق. انا مش ممكن انسحب قبل ما اطمن على بنتي. اهلا وسهلا يا فندم. انت مين؟ فعل خير. اصبط اهو ده مش شكل فعل خير.